أهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم، ضيفتي ليلى هي الدكتورة سالي فريد، أستاذة الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، وسنتحدث معها عن الأولويات الاقتصادية في السودان خاصة بعد تجاوزها المرحلة السياسية الحالية. وبالتأكيد سيكون لنا وقفة مع مشاركة مصر في قمة التيكاد. فصل قصير ونتابع بعده أهم الأخبار. قال بيير موسكوفيتشي مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية إنه يجب على بريطانيا سداد 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد قبل تنفيذ صفقة البريكزيت، مؤكدا على ضرورة احترام إنجلترا تعهداتها المالية مع الاتحاد الأوروبي. كان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أكد في وقت سابق أن القانون لا يلزم بلاده بدفع ذلك المبلغ للاتحاد الأوروبي حال مغادرتها دون اتفاق. طلبت منظمة أوبك جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط بضرورة الحفاظ على استقرار السوق خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي. وقالت لجنة مراقبة خفض الإنتاج بالمنظمة إن المطابقة الإجمالية لخفض الإنتاج بلغت 159% في يوليو الماضي، وهو أعلى بمقدار 22 نقطة عن مستوى يونيو السابق عليه. وشددت اللجنة على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المختصة لدعم استقرار سوق النفط. تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين ليصل إلى 1.5%. كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما بمقدار 4 نقاط مسجلا نسبة تقترب من 2%. انكمش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني من العام الجاري 20% بضغط من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجعت الصادرات 1.3% على أساس فصلي، أما الواردات فتراجعت 13%، وعلى أساس سنوي تراجعت الصادرات الألمانية 18%، بينما ارتفعت الواردات 1.8% في الفترة ذاتها. ارتفع عجز الموازنة في باكستان إلى أعلى مستوى في نحو 3 عقود قبيل أول مراجعة فصلية من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإنقاذ. وقالت وزارة المالية الباكستانية إن عجز الموازنة ارتفع إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع عجز يقدر ب 6.6% في العام السابق. في لبنان ارتفعت تكلفة تأمين الدين السيادي إلى مستوى قياسي اليوم في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بالوضع المالي للدولة، وارتفعت مبادلات مخاطر ائتمان لبنان لخمس سنوات إلى 1205 نقاط بزيادة 9 نقاط عن إغلاق أمس الاثنين. كانت وكالة فيتش خفضت تصنيفها الائتماني للبنان درجة واحدة من B- إلى تريبل سي. تيكاد تعتبر من أهم القمم والتجمعات من أجل التعاون في تنمية وتطور القارة الإفريقية. بدأت في عام 1993 وينطلق مؤتمرها 7 في مدينة يوكوهاما تحت رئاسة يابانية مصرية مشتركة. نتابع المزيد في هذا العرض.
افتتح اليوم وزير التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي منتدى الأعمال والاستثمار المشترك المصري الياباني، وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني، من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومشيرا لأن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي 1,200,000,000 دولار، كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية في السوق المصري نحو 700,000,000 دولار. قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن المستثمرين يشيدون بالتحول الاقتصادي الذي تشهده مصر بعد الإصلاحات التي تم تنفيذها وأدت إلى تحسين الاقتصاد الكلي. وأضافت الصحيفة أن معدلات النمو ارتفعت إلى 5.6% في العام المالي السابق، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 2010، وأشارت إلى تراجع الديون وعجز الميزانية الذي وصل إلى 28% من الناتج المحلي في يونيو الماضي بعد أن كان 12.2% قبل 3 سنوات. وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية 4 اتفاقيات تعاون مع عدد من شركات البترول العالمية العاملة في مصر، وذلك لتدريب كوادر الإدارة الشابة والمتوسطة ضمن برنامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. وأكد وزير البترول المهندس طارق الملا أن هذه الاتفاقيات تعد ترجمة فعلية للتوجه الحالي لقطاع البترول لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة ومنحهم فرصا للتقدم وإثبات الجدارة. تخطط الشركة الفرعونية للبترول بدء حفر بئرين بحقلي غاز التول والقتمية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 280,000,000 دولار، وهذا تمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل. وتستهدف الشركة تحقيق زيادة جديدة تبلغ 200,000,000 قدم مكعبة من الغاز يوميا في إنتاج حقل التول، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القتمية بمعدل 60,000,000 قدم مكعبة من الغاز يوميا. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بدعم من تراجع الدولار، وارتفع سعر العقود الآجلة بنحو 14% ليصل إلى 1,543.20 دولارا للأونصة، وزاد سعر التسليم الفوري للذهب 14% ليسجل 1,533.09 دولارا للأونصة. كان الذهب تراجع بنهاية تعاملات الأمس بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين للعودة إلى طاولة المفاوضات. ووصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، نتابع. وفي أخبار الشركات، تراجع صافي أرباح سويدي إلكتريك خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19% إلى 1,950,000,000 جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري،
مقارنة بمليارين و400 مليون جنيه في فترة المقارنة. يأتي هذا وسط نمو الإيرادات بمقدار مليار و400 مليون جنيه، وبلغت إيرادات النصف الأول 21 مليار و500 مليون جنيه مقابل 20 مليار أو مليار في السنة السابقة. ونمت الأرباح الصافية لشركة أبو قير للأسمدة ب 30.5% أو ما يعادل 3 مليارات و157 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019، وبلغت نسبة نمو إيرادات المبيعات 14%. أما إيرادات مبيعات العام فسجلت 8 مليارات و584 مليون جنيه مقارنة ب 7 مليارات و500 مليون تقريبا في العام السابق. وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى نمو مبيعات التصدير وتحسن أسعار البيع لمنتجاتها المختلفة من الأسمدة النيتروجينية وتحسن أداء إدارة محفظتها المالية. نتابع معكم أداء المؤشرات المصرية بختام جلسة منتصف الأسبوع. هناك تراجع في إي جي إكس 30 وكان بضغط من البيع من المؤسسات الأجنبية، أغلق عند مستوى 14,283 نقطة. إي جي إكس 70 تراجع أيضا بأقل من 10% وأغلق عند 544 نقطة، واستقر مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 1427 نقطة. أحجام التداولات على الأسهم كانت 279 مليون و700 ألف ورقة مالية بقيمة مليار و100 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين أكثر من 45% من إجمالي التعاملات، والنسبة المتبقية للأجانب نسبة قريبة 46.5%. كانت نسبة العرب 7.18%. المؤسسات كان لها نصيب الأكبر بنسبة 62% من التعاملات، والبقية للأفراد ب 73.17%. أما البورصة العربية فمالت للتراجع بنهاية جلسة اليوم، باستثناء بورصة الكويت أغلق السوق على مستوى هبوط قليل جدا، نصف نقطة تقريبا بنهاية تعاملات اليوم. لكن أبو ظبي مثلا فيها زيادات معتبرة 2.17% تقريبا بنهاية التعاملات. أعلنت السوق المالية السعودية تداول اليوم عن مدى فترتي مزاد الإغلاق والتداول على السعر الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلا من 10 دقائق. وقال التداول إن فترة مزاد الإغلاق ستبدأ اليوم الساعة 3 مساء وتنتهي 23 دقيقة بتوقيت السعودية، على أن تبدأ فترة التداول على السعر الإغلاق 23 دقيقة وتنتهي في 43 دقيقة مساء، مشيرة إلى أن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وللمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرياض الأستاذ إكرامي عبد الله المحلل المالي بصحيفة الاقتصادية. مساء الخير أستاذ إكرامي، وبداية التوقعات كانت تشير إلى أن قيمة تداولات جلسة اليوم ستفوق 25 مليار ريال، وهذا بعد انتهاء الجلسة. ما تقييمكم لحجم التداولات الحقيقي؟ مساء الخير يا أستاذة وشكرا على الاستضافة. اللي هو بالفعل النهاردة قيم التداولات تجاوزت 28.6 مليار ريال، يعني تقريبا نفس التوقعات اللي كانت متوقعة قبل جلسة اليوم. والقيم التداول دي بتعتبر ثاني أكبر قيم تداول تقريبا في 13 سنة. يعني في 2006 في سبتمبر 2006 ده تقريبا ده تاني اعلى مستوى، المستوى اللي اعلى منه اللي اتحقق برضه في وقت تنفيذ المرحله الاولى للانضمام المؤشر السعودي ل MSCI او مورجان ستانلي للاسواق الناشئه. ممتاز. كان معظم التداولات طبعا في فترتين المزاد كالعاده اللي تم مدهم تقريبا كانوا هم يعني بحدود ال 20 مليار كانت في فتره المزاد، والتسعة مليار كانت تقريبا في وقت السوق العادي. ولاحظنا انه كان تركيز التداولات بشكل كبير على الاسهم الكبرى اللي في السوق، على راسهم طبعا كان بنك الراجحي وسابك والاهلي والاتصالات السعوديه، ودول تقريبا شكلوا هم بس لوحدهم شكلوا تقريبا دخلوا في نص التداولات اللي تمت في السوق النهارده. نعم. ده طبعا نتيجه ان معروف ان الاجانب بيركزوا على الشركات الكبرى في البورصه بشكل عام. حصيله المستثمرين غير الناشطين في السوق تقدر حاليا بنحو 91 مليار ريال، هل ترقيه المؤشر السعودي ستزيد من حصيلتهم ربما؟ بالتاكيد طبعا، لان النهارده في فتره المزاد بيبقى السوق مفتوح للصناديق الاجنبيه الخامله او اللي هي غير ناشطه اللي حضرتك بتتكلمي عنها. وطبعا معروف عن الصناديق دي انها بتشتري وبتقعد فترات طويله، مش يعني مش نهجها المضاربه ولكن بيكون نهجها استثماري. ومتوقعين ان حصيله الصناديق غير النشطه ممكن تكون النهارده ارتفعت بحدود ال 10 مليار على الاقل، يعني لو هنتكلم انها نصف قيم التداول اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده تقريبا. طيب برايك الى اي مدى ستصبح السوق السعوديه متاثره بتقارير التقييم الصادره من مؤشرات الاسواق الناشئه؟ انا اتحدث عن MSCI طبعا وفوتسي راسل. طبيعي انه بما ان السوق اصبحت منضمه وبقى عين الاجانب على البورصه السعوديه واصبح لهم استثمارات فيها، فمن المؤكد ان هو اي تقارير بيتم فيها تقييم البورصه السعوديه بالتاكيد انها هتاثر. حتى احنا بنتكلم دلوقتي على حصه الاجانب في البورصه السعوديه، احنا تقريبا وصلنا 8% من البورصه السعوديه، وده طبعا من لو بنتكلم من قبل فتح السوق للاستثمار الاجنبي المباشر فالحصه كانت تقريبا بحدود ال 2.5-3%، فاحنا بنتكلم على ارتفاع كبير. قيمه استثماراتهم الان في البورصه السعوديه بحدود المقربين من 160 مليار ريال، رقم كبير جدا طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ اكرامي عبد الله المحلل المالي بصحيفه الاقتصاديه. مشاهدينا الكرام، نتوقف الان مع فاصل قصير ونلتقي بعده بالدكتوره سالي فريد استاذه الاقتصاد المساعد بكليه الدراسات الافريقيه العليا، وسيتركز الحديث عن الاقتصاد السوداني بعد تشكيل الحكومه الانتقاليه. ابقوا دائما معنا. أهلا بكم من جديد. تفرض المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان حاليا جملة من التحديات الاقتصادية، أبرزها استمرار حركة إنتاج القطاعات الرئيسية للحيلولة دون حدوث انكماش اقتصادي واسع، بالإضافة إلى منع انهيار العملة. المزيد في هذا التقرير. أكثر من 8 مليارات دولار يحتاجها السودان للخروج من عثرته الاقتصادية خلال العامين المقبلين،
كان هذا أول تصريح لرئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، الذي أكد أن بلاده قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة حال تطبيق رؤية صحيحة وبرنامج إصلاح شامل. طبعا ال 8 مليار دولار بمثابة مساعدات أجنبية، إلى جانب 2 مليار دولار أخرى يتم وضعهم في البنك المركزي السوداني لضبط التدهور الحادث في سعر صرف الجنيه السوداني. كبداية ممكن توجيههم بالطريقة اللي تخلي السودان تعبر هذه الأزمة الاقتصادية، لكن السودان يحتاج إلى المزيد والمزيد من المليارات، ويستلزم الوصول بالاقتصاد السوداني إلى بر الأمان، معالجة التشوهات التي مر بها على مدار السنوات الماضية والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة. عجز الموازنة بيصل لرقم كبير، يعني بيستحوذ على الإيرادات العامة للدولة كل سنة، وبالتالي أي تمويل سواء كان داخلي قروض داخلية أو الـ8 مليار اللي أعلن عنهم أنهم محتاجينهم هيكون مخصصين لدعم الموازنة عشان يمول عجز الموازنة العامة، اللي بدوره بيأثر أو ممكن الدولة تحقق أهدافها الاقتصادية اللي هي بترغب فيها. تحديات صعبة تنتظر الحكومة الانتقالية لاجتياز الكثير من المصاعب التي أضعفت اقتصاد البلاد على مدى 3 عقود لتحقيق رؤى وتطلعات الشعب السوداني كي يعيش بكرامة وإنسانية في ظل سلام مستدام. أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفتي الليلة الدكتورة سالي فريد، أستاذة الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا يا دكتور، شرفتينا طبعا في الاستوديو، ونحب نعرف من حضرتك بداية أبرز ملامح الاقتصاد السوداني. هو يعني للأسف الاقتصاد السوداني بيعاني الآن من أزمة نتيجة الثورة اللي يعني كانت في الفترة السابقة وما سبقها من سنوات نتيجة الانفصال ما بين الشمال والجنوب. ده كان ليه تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، لأن النفط بيعتبر من أهم الموارد للسودان، فخروج النفط مع جنوب السودان ده أثر طبعا على الإيرادات السودانية. قد إيه خسرت؟ وإن كان عنده احتياطي من قد إيه خسرت السودان شمال السودان تقريبا الآن 60% من إيراداتها. 60% نسبة كبيرة. لكن في يعني بعد خروج جنوب السودان بدأ شمال السودان بدأ السودان يعني يبحث عن احتياطي من النفط، وفعلا تم اكتشاف في شمال السودان وفي وسط السودان احتياطات من النفط. ده بالإضافة أن السودان عنده موارد كتيرة جدا بجانب النفط، يعني هي تستلزم فقط التركيز عليها، وأنه يبدأ السودان وعنده سلع تعدينية أخرى غير البترول زي الذهب مثلا. السودان طبعا يعني كما كان يوصف بأنه سلة غذاء الوطن العربي وفي أقاويل كثيرة سلة غذاء العالم إذا ما تم زراعة أراضي السودانية، مش مبالغة إطلاقا. السودان يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية خصوصا في القطاع الزراعي لأنه عنده إمكانات، يعني أراضي زراعية بتوصل ل 200 مليون فدان، مياه، توفر مياه، أرض خصبة، فيعني لم ينقصه شيء لأنه يكون أكثر دولة استثمارية في القطاع الزراعي. وفي دول كثيرة بتستثمر في يعني دول الخليج، السعودية والإمارات بقى ليها مساحات في السودان، الصين، اليابان،
ده صحيح، لانه بنسمع كتير عن مشاريع زراعية تحديدا في السودان، وحتى كنا بنفكر كتير في مصر ان احنا نطبق نفس النهج ده، لانه احنا لو حسبناها على مستوى التكلفة الاقتصادية للزراعة في مصر هتكون التكلفة الاقتصادية للزراعة في السودان اوفر، خصوصا محاصيل زي السلع الاستراتيجية اللي مصر والسودان بيحتاجوها جدا زي القمح زي القطن. السودان فيها قطن طويل التيلة، الرز، السكر، يعني عندها محاصيل استراتيجية هي تقدر توفر منها كميات كبيرة، بس هي بينقصها يعني مثلا على مستوى القمح بينقصها استثمارات في مجال رفع انتاجية القمح. فلو مصر دخلت في الاتجاه ده هتساعد مصر وهتساعد السودان في توفير سلعة استراتيجية، وفي الحالة دي مصر تتوقف عن استيراد القمح عالميا وتبدأ تستورده من السودان. بالذات بالمناسبة كنت بتابع حديث على الراديو لأحد المختصين في معهد البحوث، وقال انه يعني احنا عندنا دراسات هايلة ونتائج هايلة في مجال زيادة انتاجية المحاصيل، ربما لا نشعر به لانه الزيادة السكانية كبيرة جدا، لكن ده حاصل بالفعل. على مستوى الاستثمارات، الاستثمار الزراعي يخلق ده ويزود حجم الانتاجية بصورة كبيرة. احنا عندنا قسم في كلية الدراسات الافريقية العليا اسم قسم الموارد الطبيعية، في متخصصين في مجال الزراعة وبيبحثوا فرص الاستثمار الزراعي فعلا المشتركة، بالاضافة لقسمنا احنا قسم اقتصاد. طبعا دكتورة سالي، خليني افهم من حضرتك، بعد ما تحقق على المستوى السياسي وتشكيل الحكومة الانتقالية، إلى أي مدى سيسهم الاستقرار الحالي في السودان في يعني تحسين الوضع الاقتصادي؟ هو ضروري البدء بالأولويات الاقتصادية، يعني استقرار الوضع الاقتصادي هو الأولوية الأولى للحكومة المفروض دلوقتي. كيف ترتبين هذه الأولويات؟ المشكلة، أهم مشكلة لأي دولة، هي ارتفاع التضخم، انخفاض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي. دي يعني شبه المشاكل اللي كنا بنواجهها اللي احنا مرينا ده حقيقي، يعني سواء بعد 2011 بعد الثورة عموما و2013 احنا مرينا بده. ده بيحتم على الدولة عدد من السياسات، يعني سياسة مالية، سياسة نقدية، وسياسة تجارية. السياسة المالية والنقدية من المفترض انها تكون سياسات انكماشية عشان الدولة تحاول بقدر الامكان انها تستقطب اكبر قدر ممكن من الاموال وتكون في الجهاز المصرفي في الدولة حتى يمكنه يعني استغلالها الاستغلال المطلوب، توجيهها للاستثمار. الوقت ده بيبقى طبعا مشكلة السودان في الوقت ده هي عندها ركود وعندها تضخم، ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة زي ما شفنا في التقرير، وفي نفس الوقت ركود، يعني مفيش حركة في الاقتصاد، مفيش نشاط اقتصادي. والوضع ده بيكون صعب جدا على المستوى الاقتصادي ان الاقتصاد يخرج من المرحلة دي، لانه السياسات الاقتصادية اما سياسات انكماشية او توسعية. فالانكماشية دي بيتم استخدامها في حالة التضخم، والسياسات التوسعية بيتم استخدامها في حالة الركود. لكن السودان عندهم الاثنين، في حالة الركود التضخمي، ايوه بالظبط كده، في حالة الركود التضخمي بيكون سياسة من السياسات هي بتعالج جزء من المشكلة لكنها بتؤدي لارتفاع الركود، يعني لو عالجت التضخم هزود الركود. بيكون ضخ الاستثمارات هو أنسب طريقة، لأنه الاقتصاد محتاج أن يخرج من الحالة دي، فده يكون من خلال ضخ أموال للدولة، توفير قدر من الأموال عشان تقدر تلبي احتياجات عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات. العجز التجاري ارتفع جدا، مفيش احتياط من النقد الأجنبي. من المؤشرات اللي يعني استوقفتنا خلال إعداد هذه الفقرة مسألة أنه الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي 150%. ازاي نقدر نعالج مشكله انخفاض وتدهور كمان سعر الصرف لما يوصل ل 70 للدولار، 70 جنيه سوداني، معدل كبير جدا. صحيح. فده بيحتاج سياسات نقديه يعني حكيمه للغايه، يعني مش هقول تعويم زي ما عملنا في مصر، تعويم سعر الصرف، ما هو ده بيترتب عليه موجات اكبر من التضخم. يعني هو احتمال ما يبقاش عنده حلول تانية. لو عنده فعلا نتيجة ما فيش احتياطي من النقد الأجنبي ونتيجة السعر في السوق الغير رسمية مرتفع للغاية، ما قداموش حلول تانية للأسف لأنه يعوم سعر الصرف عشان يقدر يتحكم ويدخل كل الدولار اللي بره السوق اللي بيتم تداوله خارج السوق يدخل للجهاز المصرفي. هل في تقديرات يا دكتور على حجم هذه الأموال خارج السوق؟
يعني صعب جدا الاقتصاد الغير رسمي في اي دوله صعب جدا حصره، لكن بنقدر من خلال الفجوه الكبيره ما بين سعر الصرف الرسمي والغير رسمي ان احنا نقول انه معظم الدولار هيكون خارج السوق مش داخل الجهاز المصرفي. نقدر نستشف انه المشكله كبيره المعظم بيكون خارج الجهاز المصرفي، وده مصر فعلا مرت بيه. معظم الدولار كان خارج الجهاز المصرفي، لما تم تعويم الدولار الدولار كله رجع للجهاز المصرفي. صحيح. طيب اللي فاهمينه انه الحكومة الانتقالية بدأت في اجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة اعادة هيكلة الديون. نعرف من حضرتك ايضا تقديرات الدين المفروض 58 مليون دولار ده الدين الخارجي، وفي ديون سيادية حوالي 3 مليار دولار، وما كانش النظام بيقدر يسدد جزء من الديون دي. هل تحتاج السودان لرشدة خاصة بها في مسألة هيكلة الديون، أو حتى إذا كانت ستعتمد على صندوق النقد الدولي في برنامج ما مثل ما حصل مع مصر؟ يعني أنا دايما بقرأ أنه كل دولة ليها خصوصيتها، وأنه فكرة تعامل الصندوق أو البنك مع جميع الدول بنفس الروجيتا أحيانا ما بيبقاش مجدي. يعني لابد من التعامل مع السودان في ظروف السودان بروجيتا خاصة للسودان، ده يكون أنسب للحالة. طيب يعني إيه اللي هيختلف عن بقية الدول اللي حصل لها مشاكل ومرت بأزمات اقتصادية في الفترة الأخيرة؟ اللي هيختلف إن الأولوية الأولى للسودان دلوقتي هي فكرة زيادة الاستثمارات. يعني حتى لو اتخذنا عدد من السياسات الانكماشية اللي تقلل عجز الموازنة، موازنة الدولة، أو إنها تقلل العجز التجاري، لكن في المقابل يكون الحل هو ضخ استثمارات للدولة، اللي هو إحنا بنسميه زيادة الطلب الفعال للدولة. أظن إن ده أنسب طريقة ممكن يتم التعامل لخروج السودان من الأزمة في أسرع صورة ممكنة أو أسرع وقت ممكن. كنا بنتكلم من شوية أنه بالفعل في مستثمرين أجانب من جنسيات مختلفة، سواء خليجيين أو حتى أسيويين، موجودين بالفعل في السودان. هل يعول على زيادة استثمارات الشركات الموجودة بالفعل، أم هناك حاجة محتاجة مجهود أكتر؟ هو بالفعل حدوث حالة من الاستقرار السياسي هيترتب عليه أن الأوضاع الاقتصادية، وخصوصا أن الحكومة تبدأ يعني تسير في طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنظيم مؤشرات الاقتصاد، أكيد ده بيبقى له مردود على مستوى الاستثمار. بس أظن أن الدولة من المفترض انها تضع على قائمة اولوياتها فكرة زيادة حجم الاستثمارات من خلال بقى مؤتمرات انها تعقدها، منتديات للاستثمار، تجميع للقوى الدولية والاقليمية لمساعدة السودان، زي ما هي دلوقتي بتبحث مع الصندوق ومع البنك. القوى الاقليمية كمان بنك التنمية الافريقي يقدر يوجه للسودان عدد من المشروعات التنموية اللي ما يكونش ليها اثار سلبية كثيرة، ولكنها تقدر تخرج السودان من الضائقة اللي بتمر بيها. سنستكمل هذا الحوار دكتورة سالي فريد، لكن نخرج لفاصل قصير. ابقوا دائما معنا في مال وأعمال. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفتي الليلة الدكتورة سالي فريد، أستاذة الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. دكتورة سالي، طبعا آخر نقطة توقفنا عندها هي الاستثمارات التي تحتاجها أو يحتاجها السودان في المرحلة المقبلة. يعني كان في بعض التصريحات رئيس الوزراء السوداني الجديد قال أن احنا محتاجين تقريبا ل 8 مليار دولار، وهو شخص اقتصادي، يعني دراسته اقتصاد ويعني فاهم في هذا الملف بشكل جيد، لكن الرقم يبدو ضئيل. يعني أظن أنه بيضع أولوية أولى، يعني كمرحلة أولى ما يحتاجه بالفعل لتغطية عجز الموازنة العامة أو عجز الميزان المدفوعات، يعني بالنسبة له دي المبلغ الإرجنت اللي هو محتاجه. لكن أكيد الاستثمارات في السودان تسمح بأرقام أكثر بذلك بكثير. إيه القطاعات الأكثر جذبا؟ الاستثمار الزراعي، القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات في السودان، السلع اللي ممكن حتى تكون أولوية أولى بالنسبة لمصر زي ما قلت لحضرتك، القمح والقطن والسكر، الزيوت، يعني في مساحات، والزيت السوداني يعني من السمسم كمان، يعني عنده مساحات لزراعة السمسم وعباد الشمس لتوفير الزيوت، بالإضافة بقى للثروة الحيوانية. الاستثمار في المجال ده متسع جدا، والسودان ليها فرصة كبيرة في هذا الشأن. يعني
حجم الثروه عندها بتحوالي 200 مليون راس من الاغنام والابقار. فده بيديها مساحه، ومصر بتستورد منها عدد من ده صحيح. فاظن لو مصر دخلت في مجال الاستثمار في هذا القطاع لزياده الانتاجيه، لتوفير مصر بتمتلك طبعا ايدي عامله وبتمتلك فن تكنولوجي يعني متقدم، تقدر تساعد بالسودان وتساعد وجود استثمارات تكون مشتركه ما بينهم ما بين الدولتين لمصلحه الدولتين. وطبعا دائما يقال انه المرعى في السودان بيتشابه جدا مع مصر، مع مصر لانه بالضبط. تقريبا نفس الارض تقريبا تربه واحده، ودايما احنا يعني على مستوى طعم الثروه الحيوانيه او اللحوم قريب جدا، قريب جدا للمزاج المصري. بنقدر نتكلم عن فرص الاستثمار او الاستثمار عموما ما بين مصر والسودان انه تكاملي مش تنافسي حتى على مستوى الصادرات والواردات. بمعنى فده معناه انه الصادرات المحتمله عاليه وامكانيه اقامه استثمارات هتكون ذات جدوى، يعني القدره التوسعيه للاستثمار وللصادرات ما بين الدولتين مرتفعه. يعني اللي بيخلينا مثلا احد العقبات في افريقيا لزياده التجاره البينيه الافريقيه عموما ان احنا بنقول ان هياكل الانتاج متشابهه، يعني تقريبا كل الدول بتنتج سلع متشابهه او قريبه من بعض او كلها بتعد انها مواد خام، فبتكون قريبه من بعض، فمعنى كده ان الدول بتحتاج دول اخرى خارج افريقيا انها تستورد منها ما تريد من السلع الصناعيه. لكن في حاله مصر والسودان بنلاقي ان التكامل بينهم تكاملي، يعني طبيعه هياكل الانتاج تكامليه، ان السلع مختلفه، فده بيزود حجم البوتنشال بتاع التجاره، يعني امكانيات ان انا اقيم تجاره اكتر ما بين مصر والسودان عاليه. واحنا يعني مش شعارات، لكن مصر كده جدا كيان واحد، يعني دائما كنا نقول ذلك ونؤمن بهذه الفكره. طيب في راي حضرتك يا دكتور، ايه الخطه اللي ممكن يقدمها السودان للعالم لزياده الاستثمارات او المنح او القروض اللازمه للنهضه الاقتصاديه؟ اظن ان الاولويه الاولى زي ما قلنا للسودان هي السياسات الاقتصاديه، يعني تحقيق حاله من الاستقرار على مستوى السياسات الاقتصاديه الكليه داخل السودان، لتخفيض طبعا معدلات التضخم، معدل البطاله لانه ارتفع في الفترة الأخيرة، معدل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يعني المؤشرات الرئيسية تنتظم، يعني دي الأولوية الأولى للحكومة السودانية أنها تعيد الاستقرار للمؤشرات الاقتصادية. بعد كده هيكون متاح جدا بالنسبة، وطبعا تهيئة مناخ الاستثمار وتوفير حالة من الجذب للاستثمار داخل السودان. كيف يمكن أن يكتسب السودان ثقة المؤسسات الدولية بهذه الخطوات؟ الدول نفسها. أيوة بهذه الخطوات، لأنه فكرة أنه حالة الاستقرار الاقتصادي، وضع سياسات اقتصادية ملائمة للدولة من خلال زي ما قلنا في بداية الحلقة، يعني سياسات انكماشية كمرحلة أولى، لأنه لإعادة الوضع أو لتنظيم الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية للدولة، أظن أن هو ده أكتر ما يطمئن العالم الخارجي، وبيعلي طبعا التصنيف الائتماني للدولة، حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي. ومتوقع أنه يعني بعد اتخاذ هذه الخطوات تأتي الاستثمارات، لأنه في مصر الوضع ما كانش مشابه، يعني ما زلنا نطمع في المزيد من الاستثمارات المباشره. ده حقيقي، لان السودان يعني اظن انها ارض خصبه جدا في مجال الاستثمار، يعني عندها فرص استثماريه كبيره جدا، وفعلا في حاله من التوجه العالمي والاقليمي كمان لدخول السودان ودخول الفرص الاستثماريه فيها. هستثمر وجود حضرتك النهارده للحديث عن التيكاد. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشارك في هذه القمة التي تنعقد في اليابان. عايزين نعرف من حضرتك يعني الـ 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 الاتفاقيات اللي بتتم ما بين دول، يعني كان في مثلا الصين والدول الأفريقية في اليابان والدول منتديات الأفريقية الدولية منتديات دولية، لكن دائما أفريقية ويابانية يكون أفريقية. الطرف الأفريقي ودولة كبرى من الاقتصادات الثقيلة. إيه الاحتمالات للمنافع الاقتصادية في هذه هي الحرمة؟ اتكاد منصة مهمة جدا للشأن التنموي في أفريقيا، يعني وعلاقات اليابان بأفريقيا علاقات إيجابية على المستوى الاقتصادي، يعني
اليابان بتعتبر من أولى الدول المانحة للمساعدات في أفريقيا. يعني خلال 5 سنوات الماضية قدمت حوالي 750 مليون يورو للدول الأفريقية أو لأفريقيا في مجموعها. يعني فهي اتكاد منصة تنموية لإتاحة الفرصة للدول الأفريقية مع للتعامل مع يعني مشترك في نيباد 150 شركة يابانية. فده بيتيح الفرصة للدول الأفريقية لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية بداخلها. معظم الاستثمارات اليابانية بتتجه لقطاع زي التعليم، زي الصحة، قضايا اللي بتشغلها مثلا الأمن الغذائي، فكرة توفير السلم والأمن في الدول الأفريقية بتحاول أنها تدخل في المجال ده لطمأنة الشركات اليابانية العاملة في أفريقيا. كيف تختلف الشراكة مع اليابان عن الشراكة مع الصين مثلا أو يعني قوة إقليمية؟ يمكن الصين دخولها، طبعا الصين ليها استثمارات كثيرة جدا ضخمة جدا، تعتبر القوة الاستثمارية الأولى يعني في أفريقيا. بس الاستثمارات الصينية بتدخلها في اتجاه البنية التحتية، يعني أكتر قطاع تستثمر فيه الصين بتساعد تجارة الصين واستثمارات أخرى يعني لما تمهد، لأن أكتر عقبات الاستثمار في أفريقيا هي تدهور البنية التحتية. فالصين بتدخل في مجال البنية التحتية لتساعد نفسها وتساعد الدول الأفريقية، وبكده هي بتزود المسار التنموي ليها داخل افريقيا. اليابان زي ما قلت لحضرتك بتدخل في القطاعات زي التعليم وزي الصحه، حتى استثمارات اليابان لكن بيهمها العامل البشري. العامل البشري هذا ما كنت اقصده. ايضا فكره التنميه، انه التنميه كهدف، التنميه المستدامه كهدف، التنميه البشريه مهمه بالنسبه لها. وفكره الطاقه يعني حتى على مستوى صدر وارداتها من افريقيا، طبعا دوله صناعيه فبتحتاج البترول وبتحتاج الغاز الطبيعي والسلع التعدينيه في المجال الاول. فبالنسبه لها الطاقه هي القطاع الاول على مستوى التجاره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتوره سالي فريد، استاذه الاقتصاد المساعد بكليه الدراسات الافريقيه العليا. شكرا كبير لحضرتك. ميرسي. مشاهدينا الكرام، وانا اشكركم جزيلا على المتابعه. ابقوا معنا دائما على اكسترا نيوز، ونراكم غدا على كل خير.